صباح الخير، صباح الأمل، صباح السعادة، صباح الخيرات، صباح الجمال. في حلقة جديدة من برنامج جديد، من موضوع جديد، برنامجكم بالتفصيل. قبل ما أبدأ حلقتي اسمحوا لي أرحب بزميلي اللي هيشاركني تقديم الحلقة، الأستاذ محمود الدقش. صباح الخير يا محمود. أهلا، صباح الخير يا سحر، وأنا سعيد جدا، وصباح الخير على شعب مصر كله وعلى كل المواطن المصري في مصر، وصباح الأمل وصباح التفاؤل وصباح السعادة على مصر كلها إن شاء الله. خلينا كده يا محمود في البداية نبدأ بخبر نفرح بيه المشاهدين، كده خبر فيه نجاح وتفاؤل، وهنتكلم عن طلاب الأزهر، تمام، ونجاحهم في عالميا في جائزة إنكتس تقريبا. تمام، مظبوط. وكرمهم شيخ الأزهر في مشيخة الأزهر، وفعلا كانوا يعني مثال مشرف فعلا للطلاب انهم يمثلوا مصر دوليا بالشكل ده. تمام تمام، كان على 32 دوله، طلعوا الاول على 32 دوله عالميا، وده انجاز طبعا يا سحر في مصر، وانجاز لجامعه الازهر، وانجاز يحسب للدكتور احمد الطيب شيخ الازهر. طبعا اكيد، وبنقول انه طبعا احنا الازهر ده كيان كبير، والازهر ده مش حاجه في مصر بس، لا ده فعلا ده هي بتمثل الاسلام على مستوى العالم كله. فلما تبقى حاجه زي دي ده انجاز طبعا بالنسبه لطلاب جامعه الازهر. صحيح فعلا. وخليني اقول لك يا سحر كمان انه فاطمه سري الرئيس التنفيذي لنكتس مصر صرحت بان طلاب الازهر اثبتوا كفاءه الطالب الازهري داخل مصر وخارجها، وابهروا المشاركين على مستوى العالم، وانه دي المره الاولى اللي بيكسب فيها الجائزه فريق يشارك لاول مره، فده طبعا انجاز يحسب طبعا لطلاب الازهر والجامعه الازهر بصفه عامه. معانا مداخله كمان الدكتور جمال سلطان المسؤول عن فريق العمل، عميد كليه صيدله بالازهر. الو الو، صباح الخير يا فندم. صباح الجمال. صباح الجمال. الف 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 مبروك. الله يبارك في حضرتك، والف الف مبروك لمصر كلها، وربنا يجعل كده دايما ايامنا كلها افراح باذن الله. اللهم امين. احكي لنا بقى رحله الفريق في التكريم. نعم، الو. ايوه يا فندم، معاك حضرتك. كنت عايزك تحكي لنا عن رحله الفريق، ازاي بداتوا وازاي وصلتوا للمركز ده. بص حضرتك، هو احنا بدانا الفريق تقريبا كده من سنه، بدانا نكون فريق ينكتف بجامعه الازهر فرع اسيوط، كونا فريق كون 120 طالب تقريبا. تمام. وقسمنا الفريق للجان مختلفه، لجان فنيه، ولجان بتاعه الميديا، ولجان علميه، ولجان الموارد البشريه. وكان هدفنا في البدايه خالص ان احنا نحاول نعمل حاجه تفيد البلد وتفيد المجتمع، وان نستغل قدرات الطلبه دول مع القدرات العلميه المتوفره في الجامعه، ونحاول نفيد المجتمع اللي حوالينا. وفعلا يا فندم نموذج مشرف فعلا، يعني وده حق المجتمع علينا حضرتك، يعني اي حد يقدر يفيد بلده ويقدر يفيد المجتمع لازم يقوم باي عمل تخدم الناس. يعني دكتور استاذ حضرتك، قول لنا، عايزين نعرف بس مدى دعم فضيله الامام لجامعه الازهر والانشطه التعليميه داخل الجامعه. طبعا فضيله الامام هو اكبر داعم لينا حضرتك، هو بيدعمنا باستمرار، وهو اللي بيشجعنا ان احنا نعمل حاجات، مشروعات تنمويه ورياديه تخدم الناس. والدكتور سيد، الو. ايوه يا فندم، تمام. ايوه مع حضرتك، وكمان مع حضرتك ان فضيله رئيس الجامعه سياده الدكتور المحرصاوي برضه بيدعمنا باستمرار، والدكتور محمود صديق كان دايما واقف في ظهر الفريق، وده اللي ادى ان احنا الحمد لله نحقق الانجاز ده ونجيب المركز الاول على مستوى العالم. كنا عايزين يا فندم كمان نعرف دور الدكتور محمود صديق كان ايه في الموضوع. الدكتور محمود بصراحه هو اكثر واحد دعم الفريق في خلال السنه اللي فاتت دي. تمام. الدكتور محمود كان مسؤول عن فرع الجامعه باسيوط، دعمنا كتير، وكمان لما مسك الدراسات العليا دعمنا اكثر، لانه كان بيفتح لنا دايما المستشفيات الجامعيه والقاعات للتدريب، ولما عملنا ماسك هو اول واحد جربه، يعني هو اول واحد استخدمه. كويس. الدكتور محمود كان بيوفر لنا كل الامكانيات، وكان دايما بيشجعنا، وكان بيتابعنا اول باول، خطوه بخطوه. دكتور تقدر تقول لنا الاستعدادات لده كانت ازاي، وقدرتوا تحصلوا على ده ازاي بالظبط؟ هو حضرتك احنا حصلنا على ده بفضل الله اولا واخيرا، يعني ولان المشروع بتاعنا ده تم اختياره بعنايه، يعني كان عندنا تقريبا 70 فكره ل 70 مشروع. مظبوط.
واخترنا المشروع ده لان احنا لقينا ان المشروع ده هيفيد اكتر ناس ممكنه، هيفيد اكتر، هيكون له تاثير مباشر ايجابي على اكبر كميه كبيره من الناس. والحمد لله ده كان الاثر اللي احنا الحمد لله اخذنا المركز الاول لتاثيره على المجتمع. مزيد من التوفيق يا دكتور، وشكرا جدا على مداخلتك معانا، ويا رب دايما الازهر في تقدم ونجاح. شكرا. معانا كمان، اتفضل يا محمود. كان المفترض ان احنا كمان في حاجه عندنا كانت مهمه جدا واحنا لازم ننوه عنها، وهو خبر مقتل زعيم داعش في ليبيا. وده خبر الحقيقه مهم جدا بالنسبه لنا احنا كمصريين، لانه طبعا زي ما احنا عارفين المناوشات اللي شغاله في ليبيا حاليا دلوقتي واللي موجوده والاتراك واللي بيعملوه في ليبيا دي تمثل خطر على الامن القومي المصري. فالنهارده خبر مقتل زعيم داعش في ليبيا يا صحر، ده خبر مهم جدا، واللي اعلن عنه أبو طبعا عبد الله فعلا. اللي اعلن عنه طبعا المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي. صحيح. فطبعا ده خبر مهم جدا يا صحر بالنسبه لنا، كان لازم نبرزه. فعلا يا فندم، فعلا يا محمود. كمان عندنا ايه تاني؟ كشف اللواء محمود شعراوي عن اجمالي عدد طلبات التصالح. كمان عندنا اجمالي طلبات التصالح على مستوى المحافظات كانت حوالي 1,100,000 طلب تصالح. تمام. وده نتج عنه انه المخالفات دي تم تحصيل من حوالي 6,907,000,000 جنيه مصري. الكلام ده حصل من اول ما بداوا في الحمله من يوم 14 لحد الحمله الثانيه كانت يوم 15 شهر يوليو الماضي. كمان انه اكد اللواء شعراوي انه كافه المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين اقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات اللي اعلنتها الحكومه خلال الايام القليله الماضيه، واللي من بينها تكون انه قيمه التصالح من ضمن التسهيلات وصلت في الريف 50 جنيه للمتر الواحد طبعا، وفي خصم كمان 25% في حاله دفع كاش. تمام. ده طبعا احنا الحكومه بتسعى جاهده طبعا يا صحر خلال الفتره الماضيه. صحيح. كلها، لانه طبعا في ازمات، موضوع التصالحات كان في كلام كتير جدا عليه. وخليني اقول نتكلم في انه موضوع التصالحات في مصر بصفه عامه، الناس واللي هم بيضربوا في مصر وعايزين مصر تقع واعدائنا في الخارج. معانا مداخله يا محمود، اللواء محمود منصور الخبير الاستراتيجي معانا. الو. ايوه هاني. صباح السعاده يا فندم. صباح النور يا ستي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كنا عايزينك تحكي لنا بشكل عام عن قانون التصالح. قانون التصالح. يا فندم. قانون التصالح صدر لمبرر خطير جدا وهام جدا، وهو ان احنا في مصر لازم نوكل نفسنا من ارضنا من عرقنا. اللي حصل ان كان في نقطه في السنوات الاخيره وهي عمليه استهداف الارض الزراعيه في سبيل الاسراء قدام ضحية في مصر. تمام. الصوت مش واضح يا فندم، معلش. قدر او شاء ان هم يمتلكوا مساحات من الاراضي الزراعيه في مصر. تمام. بداوا يحولوها الى ارض مباني. صحيح. وفي نفس الوقت فوجئنا بان التنظيم وتمديد المرافق الكهرباء والميه اللي بتكلف مبالغ باهظه اصبح عبء على الدوله. صحيح. لان المساحات امتداد افقي، وبالتالي محتاجين شبكات كهرباء وميه كثيره طرق مكثفه دي تكاليف مش بيشارك فيها الاصل اللي انشا مجتمعات عمرانيه غير مخططه على الاطلاق، بل بالعكس وتسيء الى التوزيع الاجتماعي للبشر على الارض، وفي نفس الوقت بتحرمنا من ان احنا يكون عندنا مصدر للغذاء بتاعنا. من حق الموضوع الثاني موضوع البناء على اراضي ملك الدوله. اراضي ملك الدوله دي اراضي بتتعمل للمدارس، للمستشفيات، للنوادي، لمراكز الشباب، لاستخدامات كثيره المفروض ان احنا نوفرها للمجتمع.
لما اجي انا كل واحد على مزاجه يبني بيت او يبني مسجد او يبني كنيسه او يبني اي حاجه هو بيفكر فيها خارج التخطيط العمراني اللي معمول للمنطقه، فده يحدث عجز الخدمات اللي هتقدم. تمام يا فندم. سيادة اللواء خليني أسأل حضرتك، سيادة اللواء أيوه خليني أسأل حضرتك بصفة حضرتك الأمنية، التصالحات زي ما حضرتك عارف إنه في ناس فعلا وفي جهات معينة وحضرتك عارفها كويس جدا عايزة مصر تقع، وده مش هيحصل إن شاء الله، عايزة تستغل أو حاولت تستغل الأزمة أو حاولت تخليها أزمة في مصر ما بين المصريين، فخلينا نتكلم عن الجهة الأمنية والرئيس إنه بيطور ده وبيحاول إن هو يعني ما يبقاش في عشوائيات كتير موجودة، ونتكلم إنه يا جماعة ما ينفعش حد يبني كتير عشان ما نوصلش بعد كام سنة ويبقى عندنا مناطق عشوائية زي اللي موجودة حاليا دلوقتي واللي الرئيس بيصلح فيها، فحضرتك شايف ده إزاي وشايف استغلال الأزمة من الجهات التانية إزاي؟ لا شك ان احنا مرينا في المرحله او في الفتره الاخيره بمجموعه اشياء اساءت الى مصر ككل، اساءت لنا كبشر كانا وانت وهو وهي، واساءت للدوله كحكومه. مظبوط. كل ده حصل نتيجه مجموعه تصرفات حمقاء سواء تمت في فترات سابقه او تمت في خلال الفتره الزمنيه الضيقه اللي فاتت. الجزء الاولاني اللي هو موضوع البناء على الاراضي الزراعيه واراضي املاك الدوله بطريقه عشوائيه اللي بيخلق عشوائيات فعلا مرخص بها، ونفاجئ بعد ذلك ان بيتعمل حمله منظمه طبعا بتدار من تركيا ومن الدوحه، تمام، علشان خاطر يستغلوا اي نوع اي درجه قلق يصعدوها، بيحلموا ان هم ممكن يعملوا فوضى في مصر مره ثانيه. طبعا دي سذاجه منهم. مظبوط. وعدم ادراك لوعي المصريين بمصلحه وطنهم ومصالحهم الشخصيه الانيه والبعيده المدى، وبالتالي فوجئنا بحاجه ثانيه، حدث داخلي، موضوع انتخابات مجلس الشيوخ كان بيمثل ضربه قاسيه جدا للارهاب طبعا لمشاعر المواطنين المصريين اللي بيعتزوا بنفسهم وبيعتزوا بوطنهم، وبالتالي التصرفات الشخصية من شخص أو شخصين مصريين أساءت للعملية الانتخابية بالكامل وحولتها إلى عملية نسبية، وكانت ضربة مؤلمة للديمقراطية في مصر، لأن إحنا مش مخلصين ديمقراطية، لكن للأسف من تولى جزئيا صوت يا فندم مش واضح، وربط ما بين المال وما بين اختيار المرشحين. طيب. شكرا يا فندم، شكرا. ولذلك ظهرت احزاب قويه اخرى وتيارات مثل التيار الوطني المصري بقياده طارق المهدي، واحنا معاه، تمام. شكرا يا فندم، بنشكر حضرتك يا فندم، الف شكر. عندنا كمان الخبر المهم جدا، احمد وزينب، احمد حسن وزينب، ده الخبر اللي احمد حسن وزينب عملوا ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا طبعا. ده حقيقي. وكمان اثناء تواجدهم داخل كومباوند البارون، تمام، ده اللي في البساتين، بتهمه ترهيب بنتهم طبعا، يعني فده يعني انا اول يعني اخر ما كنت اتوقعه ان حد علشان يكسب يستغل ابنه او بنته، يعني مش دي فهم. جريمه بيعاقب عليها القانون طبعا، فعلا يعني حاجه ما اتوقعش انها كمان تحصل في مصر تحديدا، خارج الانسانيه وخارج صحيح. الادميه، يعني هو احنا النهارده انا استغل بنتي علشان اتشهر او اكسب فلوس، مش منطقي، مش منطقي طبعا، ومش مقبول في مجتمعنا طبعا طبعا، يعني فاحنا الفكره كلها في مصر بالذات كمان احنا في سلوكيات مش مسموح بيها،
في حاجات معينه ممكن يبقى اوكي ما فيش مشكله في اوروبا او بره تمام مسموح بالحاجه دي، ولكن خليني اقول اقول لك يا سحر انه في مصر مش مسموح اني انا استغل بنتي وعلشان بس عشان التربح او عشان اكسب او عشان اتشهر، لا ده طبعا مش مسموح عندنا في مصر طبعا. طبعا مديريه امن القاهره امبارح قبضت عليهم تمام مظبوط، وده كان بقرار من بعد ما مجلس الامومه والطفوله قدم بلاغ ضدهم في استغلال بنتهم. طبعا طبعا ده كمان النيابه استمعت لاقوال احد المسؤولين في خط حمايه الطفل كمان، ووجهت كمان بتهمه الاتجار في البشر، يعني هم كمان ده وجهت لهم تهمه الاتجار في البشر، دي طبعا جريمه يعاقب عليها قانون، جريمه خطيره طبعا. صحيح. طبعا وده من حقهم، وكانون قانون مكافحه الاتجار بالبشر 64 لسنه 2010 وامرت النيابه العامه باستدعائهم طبعا علشان تسمع اقوالهم، وفي بلاغ طبعا المجلس اللي هو قدمه المجلس القومي للامومه والطفوله ضده وضد زوجته. تمام هنطلع فاصل ونرجع تاني. خلينا ناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية، ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نناقش معاكم موضوع خطير جدا، خاصة أنه بعد ما أصبحت الأسرة المصرية تنتشر بنا حالة من التفكك وبدون سبب، وأصبحت الجرائم داخل الأسر بعد ما كانت شعار الحياة الأسرية السكن والمودة والرحمة، صح يا سحر ولا ايه؟ فعلا يا محمود، بعد ما كانت الأسرة المصرية بيضرب بها المثل في الدفء سادت حالة من الجفا بطريقة مش طبيعية طبعا. عشان كده هنرحب بضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ أشرف جودة السعيد، أستاذ العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. منورنا يا فندم. بدور حضرتك. بما ان حضرتك ال سعيد بقى عايزين نعرف من حضرتك من اين يبدا الهدوء الاسري؟ من اين يبدا الهدوء الاسري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونقدر نوصل للسعاده من خلال الهدوء بالزبط. الاسري. احنا فعلا بنفتقد الهدوء الاسري بقالنا يمكن 3 عقود او 4 عقود من الزمن، 40 سنه 30 سنه فعلا الاسره ما بقتش زي الاول. صحيح. ويمكن في ال5 سنين ال10 سنين الاخيره الموضوع وصل يعني زياده عن حد، وصلنا لمرحله خطيره جدا من التعامل الاسري، سواء تعامل الزوج مع زوجته او العكس، او تعامل الاب والام مع الاولاد، او تدخل الايه الاب والام في الحياه الاسريه بشكل عام. فبنلاقي ان للاسف احنا محتاجين كلنا دلوقتي، انا سامع حضرات المشاهدين وشايفهم قاعدين بشغف اول ما قلنا كلمه الهدوء الاسري، لانهم مستنيين الهدوء الاسري، مفتقدين الهدوء الاسري. صحيح. بيدوروا. صحيح. على الهدوء الاسري. انا ايه فين؟ انتوا بتقولوا اي كلام. هدوء اسري ايه؟ هو في هدوء اسري؟ نقول لهم في هدوء اسري، ونقدر نوصل للهدوء الاسري، ونقدر نوصل للاستقرار، وبعد الاستقرار نوصل للسعاده، وفي النص الموده والرحمه اللي ربنا حطها لنا، الاطار اللي ربنا حطه للحياه الاسريه. للاسف احنا افتقدنا الموده والرحمه. الموده العلماء قالوا عليها ايه؟ اعلى درجات الحب. صحيح. الموده، شوف ربنا عايزنا نحب بعض، عايز كل زوج يحب زوجته، وتبقى الحياه مليانه عواطف واحاسيس. ربنا عايزنا نعيش في رومانسيه، الزوج يعيش مع زوجته في رومانسيه من ساعه ما بيتجوزوا لحد نهايه الزواج، بايه؟ بوفاه احد الاطراف. مش حتى الطلاق ده كمان حل، ايه؟ حل بعيد قوي. ده لما تستحكم الامور للاسف دلوقتي الطلاق بقى هو الحل الاول، مع انه ابغض الحلال عند ربنا طبعا. الحل الاول دلوقتي مزبوط. ما بفكرش غير في الطلاق، مجرد خلاف بسيط في وجهات النظر. طيب. بين الزوج والزوجه يا دكتور، قبل ما نتوغل بس في الموده والرحمه كده، حضرتك شايف ان العلاقات الاسريه سبب المشاكل اللي احنا بنشوفها اليومين دول الوضع الاقتصادي؟ احنا مش عايزين نحمل الوضع الاقتصادي يعني كل الحمل، الوضع الاقتصادي جزء من الموضوع. للاسف بقى احنا لما بنلاقي في بعض الازواج لما بقى الوضع الاقتصادي عنده كويس ممكن يفكر يتجوز مثلا، ان في بعض الازواج عندهم المنهجيه دي، وده بيحصل كتير، وده خوف موجود عند كتير من الزوجات. فلما جوزي يتغني كده ويبدا يبقى القرش يجري في البيت تبدا تقلق منه وتخاف تقول هيفكر في ايه في الزواج ده من ايه؟ لاني انا كزوجه او انا كزوج انا احس ان انا مش سعيد في، او ممكن يكون عدم احساس بالامان.
ده عدم احساس الزوجه بالامان، ده جميل، وعدم احساس الزوج بالسكن زي ما استاذنا قال في الاول، السكن دايما للزوج، الامان دايما للزوج. فعشان كده دايما الزوجه لما تفتقد الامان من زوجها بتلجا لمين؟ الامان دايما مرتبط بالذكوره، فتلجا لمين؟ لباباه. طيب يا دكتور، خليني اقول لحضرتك، هو احنا ليه دايما بنحمل على الزوج؟ يعني طب ليه؟ ما ممكن تبقى اسباب تفتت الاسر برضه يبقى من الزوجه، وده بيحصل كتير حقيقي جدا. ده حقيقي طبعا، احنا ما نقدرش نقول ان الزوج هو السبب الرئيسي، الاثنين مشتركين، هي شركه ما بين الاثنين، وهما الاثنين متحملين الاسباب. طب انا سامع واحده من المشاهدات بتقول لي يا دكتور انت هتحملنا ايه؟ ما تسمعش كلام الاستاذ، ده احنا شايلين الشيله كلها في البيت، ده احنا اللي بنطبخ وبنغسل وبنذاكر للولاد، واحنا اللي حتى اللي بنصرف. الزوج ما بيعملش حاجه غير ان هو يروح جايب الفلوس بس. لا، نقول لا، نقول الحياة الأسرية هي حياة مشتركة بين الطرفين، مش مرتبطة بالعمل والتربية. مرتبطة بالتربية رقم واحد طبعا، يعني مش منفصلين عن بعض. لا 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 خالص. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لا بس اغلب البرامج اليومين دول واغلب كل اللي بنسمعه هو الراجل، المشكله في الراجل. لا لا لا، هو طبعا ده غلط، تحميل انا بشوف كده السبب على طرف واحد، ده صحيح. لا، الطرفين مسؤولين مسؤوليه كبيره. طب ايه يعني؟ انت يا زوجه لما لقيتي زوجك منفصل عن الاسره ومش مدخل ايده في تربيه الاولاد ولا مذاكرتهم ولا لا ولا، وكمان يا دكتور هو الراجل عنده اعباء اكتر، عنده مسؤوليه اكتر، بيروح الشغل. يعني الست لو مش معاها فلوس عادي لان هي بتطلب منه، لكن هو لو مش معاها فلوس بس ده مش حج. بس دي مش حجه برضه، يعني مش حجه الزوج. لان اقول لحضرتك حاجه، طب ما احنا كان حجه الاب دايما ان هو بعيد عن البيت وبيرجع البيت يلاقي الولاد خلاص هيناموا او يقعد يدوب 5 دقايق معاهم، انا بروح من شغل لشغل لشغل، انا طالع عيني انا معذور. طب لما قعدنا في الكورونا، لما قعدنا 3 شهور في البيت وجها لوجه مع اولادنا ومع ازواجنا وزوجاتنا، حصل ايه؟ حصل مشاكل اسريه لا حصر لها، حالات تفكك كتير جدا، حالات طلاق قول وما تعدش. للاسف شهر 8 لا، وحالات القتل يا دكتور، حالات القتل شهر 8 زي كتير جدا، هو شهر العنف. حصل 32 حاله قتل ما بين الازواج والزوجات في الشهر اللي فات ده، يعني كل يوم اكتر من حاله قتل. تخيلوا بقى، يعني احنا عدينا الطلاق وعدينا الانفعالات والصراعات، دخلنا في القتل. دي قصه كبيره، دي مشكله. ده احنا بندمر الاسر بتاعتنا وبنحط وضعنا في مقتل. يبقى احنا لما بنقول ايه، طب احنا وجها لوجه اهو، طب انا بلاقي الاب بقى اهو قاعد وبيروحش الشغل او بيروح لفترات متباعده. طب انت قاعد، وريني بقى، وريني شغلك، وريني مهمتك بقى، هتعمل ايه؟ تلاقيه قاعد مبوز وساكت، ولا بيتكلم مع مراته ولا هي بتتكلم معاه. وبعدين انا عايز اكلمها، بس هكلمها في ايه؟ ما فيش حوار بيننا اساسا. الولاد كانوا بيعذروا بابا الفتره اللي فاتت عشان كان بيرجع متاخر. طب دلوقتي يا بابا انت ما عندكش عذر، احنا فرحنا اللي انت قاعد معانا. طب هو بابا ساكت ليه؟ دكتور خليني اقول لحضرتك انه ايه اللي اختلف دلوقتي عن زمان؟ زمان كان، هل فعلا دلوقتي السلوكيات بتاعه الستات اختلفت بقت مختلفه، ولا سلوكيات الرجاله اختلفت بقت زمان؟ كانت ما كناش بنسمع عن التفكك الاسري وما بنسمعش عن الكلام ده كله. هو ايه اللي حصل؟ لثلاث اسباب. اول سبب ان كان في تاهيل في الاسره للزواج من البنت وهي كانت طفله صغيره، او الولد وهو طفل صغير. انت هتبقى زوج، هتبقى اب، يعني حضرتك بتايد الزواج المبكر؟ هو الموضوع لا، انا باهل حضرتك، يعني انا قصدي ااهل ابني او بنتي من وهم اطفال ان انتوا في يوم من الايام هتبقوا ايه؟ ازواج وزوجات، اباء وامهات. مش لازم اقعد اتكلم معاه، انا ممكن ما اتكلمش مع ابني في الموضوع ده ولا كلمه، ولكن هو شايفني كقدوه، اب وام، بعامل مامته ازاي، سلوكيات اللي داخل البيت بعامله هو ازاي، بسمح له بالمشاركه واخد رايه واعلي من قدره واديله شخصيه واديله ثقه ولا لا، في موده ورحمه بين مامته وبين بابا ولا لا، ولا في صراعات وفي خناقات وفي مشاكل وفي عدم تفاهم. الحاجات دي بتتنقل عدوى ايجابيه للولاد او عدوى سلبيه من خلال هم شايفين عنف وشايفين زعيق وشايفين ضرب وشايفين. دي حاجه، دي اول حاجه يا دكتور. الولاد بيتعقدوا. ايوه الولاد بيتعقدوا. البنت لما تلاقي الاب على طول بيضرب وبيزعق، يبقى هتطلع مستكينه وضعيفه وجاهزه للضرب من جوزها اول ما تتجوز، او هتتعقد ومش عايز تتجوز خالص. طب ايه اللي وصلنا للحاله دي؟ ايه اللي وصلنا لحاله ان احنا نضرب ونقتل وزمان كنا بنهزر؟ عشان احنا للاسف زي ما نرجع للمشكله برضو من اول الاسره. احنا لازم ناهل ولادنا ان هم يبقوا داخلين حياتهم الزوجيه وهم عارفين يعني ايه جواز، يعني ايه حياه
يعني حياه زوجيه ليها قدسيه. يبقى اول حاجه قلناها ايه؟ تاهيل ولادنا ان انت هتبقى اب وام في المستقبل، هتبقى زوج وزوجه، مفيش مشاكل تخرج بره، تعرف تحل مشاكلك بينك وبين مراتك لوحدكم، تقدر تربوا ولادكم صح، تربيه بالقدوه. دي اول حاجه. رقم اتنين الوازع الديني. الوازع الديني للاسف قل بشكل كبير جدا في اسرنا، واحنا دلوقتي حتى العيب وما تعملش كده ما بقتش موجوده. يعني احنا الوازع الديني قل، وصلنا لمرحله العيب ماشي، بنقول له ما تعملش كده عشان عيب، بلاش كده، كده غلط. دلوقتي ما فيش عيب، ما فيش غلط، وكله مباح للاسف. ولو انا شايف ابني بيعمل حاجه غلط ومش عجباني، للاسف للاسف ما بعرفش اقاوم سلوك ابني، بتخانق معاه وبعنفه. مرجعيه يا دكتور الوازع الديني تبقى ايه بالظبط في سلوكيات الاسره؟ لازم اربط كل عمل بعمله بربنا. يعني انا كأب او انا كأم انا عايز اعامل ربنا في مراتي، اعملها كويس، اراعي ربنا فيها، عشان هي لما تلاقي كده هتردي لي هذا الجميل بمعامله طيبه. يعني احنا بنكون اسره ليه؟ احنا بنتزوج ليه؟ عشان يبقى عندنا راحه نفسيه، يبقى في موده وفي رحمه وفي استقرار، في سعاده، نجيب اولاد يبقى هم امتداد لينا في المستقبل. وعلى فكره انا ببقى سعيد جدا ان اولادي احسن مني، لانهم فعلا هم واخدين الصفات الحلوه دي منين؟ ما هو مني، ما انا اللي علمتهم. طب حضرتك شايف الجميل. دور المجلس القومي للمراه فين؟ هو المجلس القومي للمرأة طبعا يمكن كانت في مداخلة لإحدى سيدات المسؤولات عن المجلس القومي للمرأة في أحد الحلقات، هم ليهم دور مهم جدا في يعني مش إعلاء شأن المرأة فقط، لا، المجلس القومي للمرأة اللي هو يعمل توازن ما بين مهام المرأة سواء في بيتها، سواء في عملها، سواء في تعاملها مع الناس المحيطين بيها. المرأة يعني نجاحها وذكائها في ان هي تقدر تعمل اكتر من حاجه في وقت واحد على التوازي. المراه اللي غير ناجحه في بيتها غير ناجحه في عملها. طيب يا دكتور، بمناسبه عمل المراه، شايف ان عمل المراه بيأثر على الوضع ده؟ بيأثر بالايجاب مش بيأثر بالسلب. معقولة؟ كتير من الناس تفتكر ان المرأة عشان بتشتغل يبقى هي كده مهملة بيتها. طب ما هو كتير من السيدات ما بيشتغلوش وقاعدة بين الاربع حيطان في البيت، وبيرجع جوزها هلكان وتعبان عايز يقابل السرير ومش قادر، ويتقول له كلمني. طب بكلم نفسي الاربعة وعشرين ساعة. لا بس بقى في حاجة من الندية، يعني انا راسي براسك، انا زي زيك، انت بتشتغل انا بشتغل كده. لازم احنا قلنا ايه؟ لازم نأهل ولادنا على قدسيه الحياه الزوجيه، وان الحياه الزوجيه هي مشاركه. الحياه الزوجيه هي مش نديه، النديه بتؤدي للطلاق على طول. مفيش كبرياء ما بين الرجل والمراه. احنا قلبين في جسد واحد المفروض. ستنا حواء خلقت من مين؟ من سيدنا ادم. يعني هما الاثنين واحد، يعني جسم واحد. يبقى لو كل زوج استشعر ان زوجته منه، تخيلوا بقى حضراتكم، دكتور وهو منها، يبقى احنا جسم واحد. يعني اللي يأذيها يأذيني. الحريه في هنا فين؟ الحريه انه الزوجه بتقول انا حريتي اعمل اللي انا عاوزاه، والزوج يقول انا حريتي. مفيش هنا وجه المشاركه. الحريه هنا ايه؟ في فرق ما بين الحريه المطلقه وفرق بين الخصوصيه. مزبوط. يعني دلوقتي انا لازم اسيب لزوجتي، لازم اسيب لزوجي يعني مساحه خصوصيه. يعني ايه خصوصيه؟ الزوج بيرجع من الشغل تعبان، يعني عايز يريح شويه، يقعد قدام التلفزيون، بيحب ماتشات الكوره مثلا، بيحب ان هو ايه، يقعد يقرا قبل ما ينام. اسيبه، ما اقتحمش هذه الخصوصيه على زوج. بيحب يلعب على الموبايل، بيحب يقعد يلعب. دكتور بخاصه بما يعني حضرتك ذكرت كلمه يعني الموبايل، هل الموبايل فعلا كان سبب في اسباب التفكك الاسري؟ السوشيال ميديا عموما بشكل عام، صحيح. ده السبب الثالث في انا احنا برضو انا مش عايز ااكد او اوافق على العنوان اللي بيقول ان السوشيال ميديا هي سبب رئيسي. احنا اللي بنخليها سبب رئيسي. يعني هي اصبحت سبب في البيئه بتاعتنا، لان احنا مش عارفين نستخدم السوشيال ميديا. طيب بمناسبه السوشيال ميديا بقى، البرامج اللي دايما بتيجي في مع المراه، تمام، من غير ذكر اسماء، دايما المراه هي اللي صح، دايما المراه سيبيه، هجريه، ابعدي، اعملي، سوي، تفتكر ليها عامل في التفكك ده؟ طبعا طبعا. وبعدين المفروض المراه والراجل ليهم عقل، ليهم دماغ، يعرفوا يفكروا، ما يبقوش سايبين نفسهم يتاثروا بمجرد الكلام من حواليهم. يعني فالمفروض ان انا اوزن الامور واعرف مفتاح زوجي، اعرف اخش له من اني ناحيه، وهو عارف مفتاح زوجها. عشان كده في ست فنون
يجب علينا اللي احنا ناخد بالنا منهم جدا ونطبقهم في حياتنا الأسرية. تمام. أول فن فن التغافل. صحيح. التغافل، نفوت لبعض، نعدي لبعض، خلاص مش مشكلة، مش هقف لها على الوحدة. كمان في حاجة تانية، المشورة، تحس ان المشوره غابت بين ايه الزوج وزوجته، لما هي تشور عليه بحاجه هو بقى عايز ايه، انا راجل لا انا هنفرد برايي. جميل لا جميل قوي، ودي بيسموها ايه التفاوض. التفاوض ده هو مشوره، هو كلام بيني وبين زوجتي او بين الزوجه وزوجها، لكنه في تفاوض. يعني ايه تفاوض؟ يعني انا مختلف عنها، انا ليها راي وهي ليها راي، بس احنا عايزين يبقى في راي مشترك بيننا احنا الاثنين. عشان كده فن التفاوض ده مهم جدا، اللي انا احاول اتنازل شويه وهي تتنازل شويه ونلتقي في منطقه. دكتور، هنا تدخل الخصوصيه اللي حضرتك قلت عليها وذكرتها من شويه، ان كل واحد يبقى فيه خصوصيه، لازم تسيب مساحه الزوجه لزوجها. صحيح. خصوصيه شويه. انا معاك الخصوصيه دي، الخصوصيه دي بتمثل وكذلك ايه؟ الزوج يسيب لزوجته كذلك. يعني من الطرفين. مش لازم انا بقى عشان اتجوزت واخد الباسورد بتاع الفيسبوك وباسورد الموبايل وكل ايه انت اشتريتيهوش. في حاجات هو اتعود عليها او هي اتعودت عليها من وهم صغيرين في بيت باباها او في بيت والده. تمام. يبقى هنا انا ما ينفعش الا انا اغير هذه الخصوصيات لزوجي او لزوجتي. تمام. احترم هذه الخصوصيات وما اخشش على زوجي وهو في في, في في هذه الخصوصيه، عشان هو مش هيبقى موضوع كويس معايا، فبالتالي مش هقدر علاقتي بيه تبقى علاقه طيبه في الوقت ده. مش شايف يا دكتور ان ممكن؟ لحظه يا محمود بس هسأل سؤال بمناسبه الباسورد بقى بتاع التليفونات. كان في فتوى بتقول ان اخذت باسورد التليفون بتاع الزوج حرام، ايه رايك في الفتوى؟ انا ما اقدرش طبعا يعني اتعرض لفتوى واقول رايي فيها دار الافتاء اللي طلعتها، ولكن يعني هي الفكره ايه؟ الفكره انا بعمل الموضوع ده ليه؟ في انعدام ثقه ما بين الزوج والزوجه. احنا مش عايزين نوصل لهذه المرحله. يعني انا دلوقتي بقول يعني دار الافتاء قالت حرام، ماشي، بس هي الفكره في ايه؟ الفكره برضو اللي انا عايز اعرف ايه الحل عشان ما اخدش الباسورد ده. هو قال المفروض يكون في ثقه متبادله. انا عايز ابني الثقه. يعني ماشي حرام وكل حاجه، طب وبعدين الزوجه ما تخبطش دماغها في الحيط، لازم يبقى ليها حل بقى. مش شايف يا دكتور ايه؟ مش شايف يا دكتور انه موضوع الباسورد او شايف انه الخصوصيه في الموبايل او في السوشيال ميديا بصفه عامه، مش شايف انه ده برضه بيسيب يعني بحاله من الشك يعني عند الزوجه او عند الزوج من ناحيه زوجته؟ امتى يسيب؟ وللاسف بقى كتير دلوقتي، وبقى يعني بنلاحظ الموضوع ده بشكل غير مسبوق. عشان في اعدام ثقه بين الطرفين. بنلاقي ان يعني مفيش موده، مفيش رحمه، مفيش تفاهم. ما هو اعدام الثقه يا دكتور ده جاي عن يعني يعتبر لو احنا رجعنا مرجعيته التربيه طبعا من الاول. مظبوط. بس انا عايز اقول ايه؟ طب ما هو انت يا زوج، انت يا زوجه ما ليكوا دور. يعني انتوا ما احسنتوش الاختيار، ماشي، اللي حصل حصل واتجوزنا بعض. صحيح. بس انا ببص لمراتي فيها حاجات كويسه وهو في حاجات كويسه، وابدا اعدل هنا بقى دور الدين. في الحاجات الوحشه اللي موجوده في الطرف هنا الاخر. هنا يا دكتور دور الدين. ما استسلمش. هنا دور الدين بقى، احنا خلاص اختيارنا، لكن نراعي ربنا في بعض. وما وصلش بقى لمرحله اللي انا اعرف الباسورد وهنقعد بقى نتصيد الاخطاء لبعض، هنقعد نراقب بعض اصلا. ويجي لي مشاكل يا دكتور، انا دخلت عليه لقيته بيتكلم مع فلانه وبيتكلم مع علانه وتبعت له صور وبعت لها مش عارف. في حالات طلاق يا دكتور بتحصل بسبب ده كتير للاسف. كتير جدا للاسف، لان خلي بالكم والموضوع ده بيحصل بشكل كبير في فتره أزمة منتصف العمر. خلي بالكم يعني بزيد. اللي هي كتير جدا اللي هي التفاعل والمحادثات في السوشيال ميديا بين الرجل والمرأة بتحصل للأسف ما بين متزوجين ومتزوجات. فترة منتصف العمر اللي هي فين هنا وفين هنا يا دكتور؟ الأربعينات أوائل الخمسينات. عند مين وعند مين؟ عند الاثنين. عند الاثنين. وإن كان هي بترتبط بالمرأة بفترة انقطاع الدورة الشهرية، وبالنسبة للراجل بداية بقى وصوله لإيه؟ لمرحلة الكبر في السن. يعني أنا ممكن النهاردة بعد 50 سنة يحصل طلاق؟ يحصل، بيحصل كتير دلوقتي وبسبب حاجات. بيحصل كتير، لان هو او هي بتفتقد الحنان وبتفتقد الحب وبتفتقد الكلمة الحلوة وبتفتقد المعاشرة الطيبة. فطبعا هي الطبيعي ان هو مش قصدهم يخشوا في اتجاه غلط، ولكن يعني الزن على الودان زي ما بيقولوا، هو بيخش بقى يلاقي بقى الطرف الاخر بيتجمل ليه، ودي يمكن اكتر عند الرجال اكتر من السيدات. وفي برضه زواجات بتبقى شهور، يعني مده معدوده جدا.
للاسف للاسف بنلاقي بعد اسبوع بالظبط بنلاقي حصل ايه خلل في الاسره وحصل ان العواطف جفت بشكل كبير جدا ويبدا الشكاوى يعني تزيد لاني مش واخد زوجتي على اسس سليمه ولا هي كذلك. انا اخترت الشاب ده عشان وسيم هي عشان طب جميله. يعني ايه الاسس السليمه اللي احنا اختار على اساسها؟ الاسس كتيره جدا المفروض اللي انا اختار على اساسها الزواج اهمها طبعا الوازع الديني لازم يكون كل طرف عنده حته الوازع الديني تكون عاليه في نفس الوقت لازم يكون في توافق ما بيننا احنا الاثنين توافق في اي ناحيه توافق اجتماعي توافق مادي توافق اسري توافق تعليمي يعني فكري. يكون على نفس المستوى او قريبين من بعض انما ما ينفعش في فجوه دي بتعمل طب التمثيل يا دكتور اللي بيحصل في الفتره دي اكذب ولكني اتجمل يعني حضرتك اصل في فتره الخطوبه انت بتحاول تتجمل تظهر باحسن صوره مزبوط. بس في الاخر بيظهر وضعك الطبيعي فاحنا بقدر المستطاع احاول يعني اظهر على طبيعتي انا اصل الحياه مستمره مش حياه قصيره او حياه وقتيه لا ده المفروض ان الحياه مستمره فاحاول ما اتجملش احاول اظهر بصورتي الطبيعيه لان هي كده كده هتعرفني تمام وكده كده انا هعرفها طيب يا دكتور احنا داخلين طبعا على عام دراسي جديد تمام عايزين نتكلم شويه عن احتواء الاباء للاولاد في الفتره اللي جايه تمام وخصوصا كورونا بقى وما فيش المدارس تبقى يومين في الاسبوع وكده يمكن احنا داخلين على تحدي كبير اللي هو التعليم عن بعد طبعا فاحنا المفروض اللي احنا بقدر المستطاع اللي احنا نحاول نقرب من ولادنا شويه وان كان ولادنا هم مؤهلين وجاهزين للتعليم عن بعد عشان السوشيال ميديا خلاهم بس هي الفكره فينا احنا كاباء وامهات اللي احنا يمكن ما تعودناش على الموضوع ده اللي احنا نذاكر لاولادنا بالطريقه دي واحنا كمان في فجوه بيننا وبين السوشيال ميديا بشكل كبير يمكن احنا بدانا نخش على السوشيال ميديا في وقت متاخر انما ولادنا من 3 سنين من 4 سنين وهو مرتبط بالسوشيال ميديا صحيح فهم جاهزين احنا بقى يعني ما ننفرهمش من الموضوع ده احنا ويمكن في دور مهم جدا للمدرس اللي هو هينزل بالحصص بتاعته على طريق التعليم عن بعد ان هو يجب ان هو يسهل على الطلبه وان هو يجيب لهم فيديوهات وطريقه البادي لانجوج بتاعته لغه الجسد المحتوى تبقى مؤثره ومعبره وامثل له الموضوعات اللي انا بقولها بشكل سهل وبشكل مبسط اولادنا يعني عندهم استعداد يقعدوا قدام السوشيال ميديا بالساعات وبيقعدوا فهنا بقى دور المدرس ان هو ازاي بقى يعني تستثمر الوقت ده ان الولد او البنت عندهم الجاهزيه ان هم يقعدوا قدام الكمبيوتر فانت شدهم بقى اجذبهم حاول ان انت تخلي الماده العلميه سهله وده اللي بيحصل في الدول المتقدمه دكتور اللي بيخلوا الماده العلميه سهله وبسيطه للولاد يقدروا يستوعبوها وكانها لعبه خليني اقول لحضرتك يا دكتور الدروس الخصوصيه اللي هي موجوده حاليا دلوقتي في نظام التعليم الجديد ازاي انا اقدر اني انا اخلق حاله اجتماعيه تبعد الاطفال او تبعد الطلاب عن الدروس الخصوصيه خلي بالك احنا الدروس الخصوصيه دي بالنسبه لنا بقت ثقافه وثقافه كبيره جدا صحيح عشان انا يعني انزع هذه الثقافه او اعود ولادي على الاستغناء عنها استغناء كامل او مطلق الموضوع عايز يعني تدريجيه في التعامل ولكن احنا ممكن نستغل فتره الكورونا في الموضوع ده ويمكن بالظبط كده ويمكن فتره الثانويه العامه السنه اللي فاتت والمراحل الدراسيه كلها المختلفه خلال وقت الكورونا الولاد اعتمدوا على نفسهم بشكل كبير انا عمري كنت بذاكر لوحدي انا لقيت نفسي ما بروحش دارس ومع ذلك النتائج كانت حلوه جدا ودي حاجه كويسه اللي انا حسيت ان انا ممكن انجح اهو انا ممكن اجيب نتيجه انا اعتمدت على نفسي ده حتى المحاضرات بتاعه السوشيال ميديا ما كنتش بشوفها كلها انا اعتمدت على نفسي تماما وقريت ولقيت في نتيجه اهو يبقى هنا ايه بتدينا ثقه بنفسنا حضرتك يا دكتور ان احنا نقدر اتفضل حضرتك قلت دي ثقافه تقصد ايه بثقافه ثقافة مجتمع احنا حاجة تعودنا عليها حاجة موروث قديم من سنين طويلة احنا خلاص بقى جزء من حياتنا مين المسؤول عن ده؟ هو في جهات كتيرة مسؤولة عن الموضوع ده ما اقدرش اقول ان الاباء والامهات وحدهم لان الاباء والامهات برضو ليهم جزء كبير من العذر وهم شايفين المجتمع كله من حولهم كده وشايفين المدرس اللي له دور مهم جدا ممكن ياثر في حصته في الفصل عشان خاطر ايه او هو مش قادر هو تعبان هو يدوب بيدي الحصه الحد الادنى عشان هيروح هيطلع على سنتر هيطلع على بيت هيطلع فالمدرس مجهد وطبعا ده مش عذر ولكن هو يجي في الحصه
حصه من غير فلوس بقى، ما هو بياخدش عليها عائد مادي غير مرتبه، وبيعتبر مرتبه ضعيف. صحيح. فهو ما بيديش كل طاقته في الايه، في الحصه، فبالتالي العيال ما بتفهمش ايه بالشكل الكافي. وللاسف بنلاقي مدرسين برضو بيجبروا الولاد ان هم ياخدوا عندهم ايه دروس خصوصيه. طب يا دكتور طبعا دي مشكله العند بقى. فضل. العند، مشكله العند، انت في بعض الاطفال او الطلاب يعني تلاقيه قضي وقته كله على الفيسبوك والسوشيال ميديا، وتيجي عند المذاكره لا بقى، حاله مش غريب، حاله غريبه بجد يعني. ليه بقى؟ عشان احنا دايما بنربط المذاكره بالزعيق وبالنرفزه وبالضرب. ان المذاكره دي يعني فيها كل حاجه وحشه. انا بكره المذاكره. ليه يا ابني؟ انا حببهم في المذاكره ازاي؟ انا رايح اتضرب دلوقتي. انا حببهم ازاي؟ خلاص انا انا عارف ان وقت المذاكره ده وقت الضرب، وقت الزعيق، وقت النرفزه. مظبوط. يبقى انا ما احطش ابني او بنتي في وضع المتهم دايما. انت ما بتفهمش، انت مش عارف تحل. اتلكك لابني وبنتي على اي حاجه، اديله اي مساله يحلها، حتى لو حلها غلط، حتى لو عمل يعني خطوه صح، اتلكك له، اديله خد بونبونيه، خد برافو عليك، انت عملت حاجه التربيه في البيت يا دكتور. طبعا انت متميز. ما بنلاقيش ده للاسف. احنا بنلاقي اهات وصرخات الامهات يعني بتطلع من البيوت بشكل كبير جدا. الابن والبنت ارتبط عندهم المذاكره بالنرفزه. عشان كده اولادنا بقوا بعاد عن الثقافه، بعاد عن القرايه، بعاد عن الاطلاع، ما هيروحش مكتبه قليل. ليه؟ لان اولادنا اعتبروا المذاكره، المذاكره هي ايه؟ كتاب. اي كتاب بقى عشان الامتحان خلاص. طب في سؤال كمان يا دكتور، وعشان الامتحان تمام، المفاضله بين الطلاب يعني في المدرسه، تلاقي ده ابن فلان وده ابن علان والمقارنه والكلام ده، ازاي نحل الازمه دي؟ المفاضله، المدرس بيفاضل فلانه؟ لا دي طبعا دي مشكله كبيره وما ينفعش. وتاثيرها كمان، تاثيرها تاثير كبير، تاثير كبير، وخاصه نفسي على الطلاب، وخاصه لما بتبقى الموضوع ده موجود داخل الاسره. احنا بنلاقي اباء وامهات، بعض الاباء والامهات بيفضلوا اولاد عن وعن اولاد، او يفضل الولد على البنت. فتلاقي البنت حاسه يعني نفسيه قليله طبعا جنب اخوها، حتى لو هو الغلط هي اللي تعتذر، مش هو اللي يعتذر. كمان وساعات يا دكتور بنقابل المشكله دي في الاسره نفسها. الام تقول لابن شوف ابن خالتك، شوف ابن عمتك، شوف بالزبط. ابن الجيران بالظبط. فالولد بيحس ان هو ثقته بنفسه ضعيفه، ان هو قليل. يروح بقى المدرسه، المدرس يعامله كده ويفضل واحد عليه، خلاص بقى ما متعود على كده في البيت. ودي مشكله. المدرس ما المفروض المعيار الوحيد لتفضيل طالب على طالب هو اللي الطالب ده شاطر ولا مش شاطر، ولو مش شاطر اقف جنبه واساعده واحاول ارفع من مستواه. اتفضل دكتور اشرف. حضرتك وقتنا يعني للأسف. انتهى. وللاسف طبعا حضرتك نموذج كبير جدا طبعا، وحلقه واحده مش كفايه، وان شاء الله هتبقى لنا لقاءات ثانيه مع حضرتك ان شاء الله. الدكتور اشرف جوده السعيد، استشاري العلوم السلوكيه والعلاقات الاسريه، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.